صباح الخير يا دكتور. معلش عطلك ثواني. ياسمين تعالي معلش اقعدي. ماشي دي صاحبتي اصلا. يلا يا بنات بقى خشوا. يلا 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 يلا. مي وجيجي اقعدوا هناك. انجي وسار تعالوا هنا جنب ياسمين او جوه جوه وانا هجي لكم. عبير وميمي ورا. اقعدي هنا بقى عشان تبايدين المحاضره. انت ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ انت شيلتك ما فيهاش راجل خالص. وانا مش عاجبك يا دكتور ولا ايه؟ مش مهم. انا المصيبه انك عاجبهم هم. انا مستعد اقدم استقالتي للمجلس الاعلى للجامعه مقابل اني افهم هم عاجبهم فيك ايه. بقولك يا دكتور، لو ناوي تستظرف وتعمل نمره قدام المحاضره انا ممكن اخد البنات وانسحب فورا واسيبها لك ناشفه. لا يا اخويا على ايه؟ خليها طريه، خليها طري. اتفضل اقعد. طب اسمعوا يا بهوات، مشروع السنه دي لا هيبقى محسوبيه ولا صحوبيه ولا حتى بالحروف الابجديه. مشروع السنه دي هيبقى بتواريخ الميلاد. يعني مثلا يا سمير انت مواليد شهر كام؟ انا 29 فبراير. هتبقى في مجموعتك كل مواليد فبراير. اللي مواليد فبراير يقف. ايه ده؟ هندسه كلها فبراير؟ طب اللي مش 29 فبراير يقعد. هي دي مجموعتك يا سمير. يعني غير ان انا لا يمكن اعمل المشروع مع مجموعه اولاد بس، ما قصدتش ان اعمله مع الحمار ابن الحمار ده. ما هو حمار فعلا انه يخلف بخل زيك. يلا يا كلب السقه يا كومبارس. لا تجيب سيره السقه تبعك هنا يا شهيد. بقول لك لا، مامي تعالي لي الكليه دلوقتي حالا. غلطت انا؟ مامي سيفوت غيفوت. ايوه عشان انا قلت لك من الاول ادفعي لدكتور فصيل عشان يردحني زي ما بتدفع لكل الدكاتره. يعني ايه مش عايز ياخد فلوس؟ ايه؟ معرفش ده هم اخواتي بيبو وبشير دول ولا مش عارف اسمهم ايه بيتخانقوا. انتوا بقى اللي عاملين البلطجيه ومستصيعين لنفسكم. لا يا دي هو يا فوق لنفسكم. ده انتوا خشوا وقشوا كرانيش ولا ليكوا لازمه. عليا الطلاق افوت فيكم الثلاثه ولا يهمني. طبعا انتوا شفتوا دكتور بصير المحترم لكن ما شفتوش دكتور بصير العباقي اللي كان بينام على الرصيف. كنت بقوله رصيف التاخر عشان انام جنبك. ده وانا في سنكم يا حيلتها انت وهو كنت بنايم من بابا من المغرب. ها سمير منير الخطير، شهير منير الخطير، بهير منير الخطير. قلتولي بقى ان انتوا مولودين في نفس اليوم يعني توأم. بسم الله ما شاء الله. صدقوا ان انتوا شكل بعض تماما. فوله وانقسمت ثلاث انصاص. ثلاث انصاص ايه؟ يا دكتور احنا فعلا اخوات بس مش توأم. مش اخوات وفي نفس اليوم؟ ما هي دي يا ابني اللي بيسموها توأم.